أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي الذي استضاف وزير الطاقة والثروة المعدنية أن جلالة الملك يواصل تحذير العالم من تداعيات استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وعلى رأسه دائما اللي هو ليس أمرا جديدا بل ثابتا من ثوابت السياسة الأردنية التحذيرات الدائمة المستمرة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني من تداعيات الاستمرار بالاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأيضا الدعوة المباشرة والواضحة إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والحرب المدمرة على أهلنا في قطاع غزة، والدعوة لاستمرار إيصال المساعدات بشكل منضبط بكافة السبل. وأمس كان استعادة عمليات الإنزال الجوي للمناطق التي لم يصل إليها الإمدادات في القوافل البرية من قبل طائرات سلاح الجو الملكي.